عاش منذ ملايين من السنين، تأقلم وسط أدغال موحشة، تحمل تقلبات الطبيعة، ثم اكتشف النار. وبعد مضي آلاف من السنين انتشر في العالم. عاصر حيوانات شغلت تفكيره فنقش صورها على الصخور، قطف ثمار الأشجار واستعمل بعض أوراقها للصباغة، مارس الزراعة ونشط في صناعة المعادن. ورغم ذلك تنكر له سجل التاريخ، صنف خارج جنس الكائن البشري الحديث، ثم لقب بإنسان ما قبل التاريخ. لا تزال الأبحاث العلمية منكبة على فهم حياة الأسلاف القدماء وإيجاد أجوبة منطقية ومقنعة للعديد من التساؤلات تراكمت خلال قرنين من الزمن، حيث بدأ الإنسان الحديث ينبش في التراب بحثاً عن كنز نفيس، معرفة أصل وتطور الإنسان.